لك شايفة شو هالعلقة اللي حطنا فيها أخوكي؟ لو البابا كل هالسنين عرف يربيه بالكلمة المنيحة بدون لغة الأوامر والقمع وبدون ما يهزأ فيه قدام العالم وبدون ما يحطم له شخصيته، لو قعد وحكى معه كلمتين حلوين لكان سمع منه وما حطنا بهيك موقف، على قولته بس ليثبت للبابا شي ويحس حاله منتصر. بعرف إنه علاقة أبوكي مع كيوان مو هي العلاقة الصحيحة بين أب وابنه، بس يروح على سهرة معفنة مع أصحابه مدري شو يتعاطى ليصير وضعه سيء، يعني ذنب أبوكي؟ لا، بس منعرف وقرينا إنه الشباب اللي آباؤهم كتير صعبين وبيمشوا على المسطرة بيتعلقوا بأمهاتهم أكتر وبيصير في فجوة بين الأب والابن، لهيك بتلاقيهم عم يبعدوا عنهم ويحاولوا ما يقلدوا آباؤهم بتصرفاتهم لأنه ما بيحبوها. وكيوان بعد وفاة الماما ما كان في حدا يسند ظهره عليه ويدله على الطريق الصحيح. الله يرحم روحه، وكمان هو من يوم توفت أمي وضعه سيء. كيوان لسه ما شاف شيء من الدنيا ومتكركب، مو شغلته هالشغلات بس خايف وما بيعرف شو يعمل أو كيف يتصرف بهالفترة. تعرف أنا شو اللي مخوفني وقلقني كتير علي رضا؟ شو مخوفك؟ خايفة من اللي جاي ومن إنه يعمل شغلات من ورانا ليهدي حاله وما يسأل عن شي. مثل شو؟ كتير في شغلات مثل هاي السهرات، الرفقة الغلط، المخدرات، الإدمان، يا أما يبعد عن العالم ويكتئب. لا لا تقلقي أبدا، رح ننتبه عليك كلياتنا. أنتي شايفتي مقطوع من شجرة يعني؟ يا أما ما يعمل أي شي من ورانا أو بالسر، بس يتصنع مثلا بتصرفاته ليورجينا أنه هو صار رجال وقد حاله ويقوم يشتغل شغلات هبلة، شغلات ما في الواحد يصدق أو يصدق أنه كيوان عمله. أوه تخنتي القصة كتير، مو لهالدرجة. شبك أنتي يعني هو مو لهالدرجة وضعه سيء؟ هي من زمان عندها شهادة قديمة، فقلت لحالي ناخد هالسيارة وكيوان وعد يساعدها لتتدرب وتتعود عليها لترجع منيحة. ايه بلا كيوان قاعد بلا شغل، وهيك شخص منشان يرضي ضميره يشتغل شي مفيد وبيخدم هالناس وبيساعدهم وبيضل معهم. يعني لا تحكي هلأ هيك، يعني كل واحد عم بيشتغل لله وبيخدم الناس بيكون لأنه عطال وبلا شغل؟ لا، لكن يشتغل لله ما حدا ماسكه، بس الواحد لازم يلتفت بالأول لحاله ويفكر بمستقبله بعدين يفكر بغيره. كأنك تعودت على حسابات السوق والمحل وصرت تفكر إنه كل شي بالحياة بينحسب هيك. ليك مو كل شي بينقاس بنفس المسطرة، إذا بتضل هيك شكلنا ما رح نزبط مع بعض. دخلك شو صار مع براءة؟ ما صار معها شي بموضوع الأولاد؟ لا، المسكينة ما بقى بدها تفكر بمحكمة ولا بمحامي، خلص هي فهمت إنه ما فيها تاخد الأولاد منه. وشو منشان حبيب هلأ؟ ما عاد تحكي شي؟ شو تحكي؟ بقصد ما بدك تعملي لك شي قصة ليقعدوا مع بعضهم ويحكوا؟ قصدك مشان الأولاد؟ بالأول منشان حالهم، بالأخير لازم يقعدوا يحكوا ليوصلوا لنتيجة ترضي الكل، وبعدين مو أنت كان بدك ياهم يرجعوا لبعض؟ تعرف إنه بتمنى هالشي، لكن ما رح يرجعوا لبعضهم بهالبساطة، لازم يكون في ظروف تساعدهم، يعني لازم يقعدوا مع بعضهم يحكوا ويتناقشوا ويشوفوا بعضهم إذا تغير شيء ولا لا. لا ما في مجال، بنتي معنده ورافضة الموضوع من أصله. إعادة تقلك ما بدها تحكي بالموضوع لأنه لساتها صبية وعندها عزة نفس ومرت بألف مصيبة بوقتها لقدرة تطلع، بعدين هي طلعت برات البلد وتغربت كذا سنة، وأكيد هلأ ما لعين تقول بدي أرجع مرة تانية أو إنها غيرت رأيها. لازم نظبط هذا الموضوع بيناتهم، وكمان نخليهم يلتقوا لحتى حبيبي لين ولحتى هي كمان تحن وتقتنع بالأخير. يعني القصة بدها تظبيط وما في غيرنا بيقدر يعمل هالشي. يعني برأيك إنه هي من جواتها حابة ترجع وخجلانة تقول؟ أنا متأكد من هالشي وما رجعت على البلد إلا لهذا السبب، وهلأ هي فهمت إنه الأولاد ما بيرجعوا لها ولا بتاخد حضانتهم إلا إذا رجعت لبيتها ولزوجها. يسلموا إيديك. مالك يا بنت؟ ليش هيك عم تسوقي؟ إيه؟ شكلك موتيني رعبك. إيه ماما يا ريت ما تلبكيني، هو جابني من هالطريق المعجوق وما عم اقدر اتحكم لسه. يلا انت اللي بتقدري روحي. عم تقولي فيكي وبتقدري؟ انتبهي على الطريق، انتبهي يا بنتي
شوي الله يرضى عليك. هلا بتهدي طيب شوي وبتعطي اشاره وبتنزلي سرعتك من الغيار. شو ما بعرف اشتغل شغلتين، انت اللي اعطيه اشاره. طيب خففي سرعتك واعطي اشاره من هلا، تعالي لهي الجهه انا رح امسك الغيار. طيب بعد ما تدعسي دبرياج انا بنزل السرعه. ماشي اتفقنا. يا الله شو عملتي شو عملتي شو اللي صار؟ قلت لك انت دبرياج مو مسرعه. انا بدي روح. لا يا خالتي ليش لا تنزلي لسه ما متنا. لوين رايحه؟ على محل السيد حسين، وبس تصير تميزي بين الدبرياج والفرام تعي لعندي. طيب استني خليني انا وصلك. ما في داعي ابدا، انت اللي بدك لسه مين يوصلك. عجبك هيك؟ شو لي علاقه؟ عم تضحك علي لاني ما عم اعرف سوق منيح، ما هيك؟ والله يعني المشكله بضحكتي هلا، وانت اللي ما شاء الله حولك سواقتك مثل الذهب ومنيحه. طبعا اكيد منيحه، بس اذا انت ما وترتني. طيب طيب دبرياش فرام الايد. حلو كتير، بس كأنه نسيتي الإشارة. خلص اتركني بحالي. مرحبا أبي. أهلين، كيف كان يومك؟ أنا رايح أخذ دوش ومنتعشى بعدها. إيه روح. أهلين عمي براءة، شلونك؟ طمنيني شو أخبار السيارة الجديدة؟ كيوان هلأ بالحمام، بدك شي؟ لوين؟ عطريق جالوس. إيه بدي فاجئ الأولاد وأخدهم بسيارتي شي مشوار لينبسطوا شوي، بس أنا لسه ما تعلمت على هاي السيارة كتير منيح، وبعرف إني تقلت على كيوان هاليومين وعطلته. عمو براءة اسمعيني، بصراحة أنا خايف عليك وما بدي كيوان ينحط بالنص بيناتكم، بينك وبين حبيب وولادك، يعني من شان موضوع الحضانة اللي صارت واسترجاع الأولاد. لا لا، الموضوع ما خصه بحبيب بالمرة عمو. كيف ما خصه بحبيب؟ لا أنا ما عم قول إنك عملتي شي غلط، أنا كل حكي بخصوص كيوان. ليكي هلأ مشكلتك أنت وطليقك مشكلة عائلية وما لازم يتدخل، يعني لا سمح الله بكرة إذا بيصير حكي بالقصة، وأنت عرفاني أنه أنا بدي كيوان يطلع من قصة الحزن ويشوف حياته يعني، وأنا هلأ عم حاول دور له على شغل وحكيت مع ناس ليزبطوا له إياه، بدي إياه يفكر بمستقبله ليقدر يعمل شيء مهم، وأنت شايفة كيف صاير كل الوقت لا شغلة ولا عملة. إيه خلص فهمت عليك، منيح أنك قلت لي. لا لا هالموضوع عادي. لا ما انزعجت ابدا، وبالعكس شغلك صح عمو، طبيعي هالشي. حقك، خلص ريح بالك. شكرا لك، مع السلامة. بنتي. ايه ماما. لا تروحي لحالك هيك خطر. خلص لا تخافي، ما رح يصير شي طمني. مشان خاطري لا توتريني، لانه هيك ما رح يغمض لي جفن لحتى ترجعي على البيت. يا ماما انا وعدت اولادي وما فيني اخذلهم وما اروح وفرحهم بمشوار. طيب مثل ما وعدتهم. طيب خلي تاكسي. هن مبسوطين لاني رح اخذهم مشوار بسيارتي بعدين واخرتها، لازم اعتمد على حالي، ما فيني ضل انضرب من نيه من هذا وهداك واسمع كلام كل ما حدا ساعدني بشي. من نيه شو هي؟ انا بعرف السيد حسين منيح وهو ما هيك قصده بالحكي اللي قاله. ماما هو شو ما كان قصده يكون،
ما بحب حدا ينظر لي بهالطريقة وكأنه شفقان علي. خلص هي مشكلتي وأنا بعرف حلها لحالي. طيب ماشي يا أمي حليها لحالك، بس بالأول تعلمي السواقة وروحي. تعلمت منيح، مبارح كتير تمرنت وهيك بكسر حاجز الخوف. لا إله إلا الله. كيوان أهلين علي رضا. معقول لهلأ مانك جاهز؟ إيه لهيك قلت لك إنك تجي. يعني بصراحة بدي أفهم منك لوين بدنا نروح منشان أعرف شو أختار لحتى ألبس. إيه يلا رح أقلك شو رح تلبس. إيه قلي. أنا بدي إنك تعذب حالك وتلبس شي مرتب كتير يخليك تبين هيك مثل الأكابر. ليش شو القصة بقى؟ لنكون طالعين على خطبة. يا حبيبي ليكون خطبة بدون علم. خلصني يا كيوان، حاجة أسئلة والبس. إذا بدك ياني ألبس أنت رح تختار لي. إيه ليك رجع قعد. لك قوم البس هلا منتأخر. يعني يا أستاذ علي بدك تقنعني إنك تركت كل أشغالك وإجيت لعندي بدون أي غاية؟ والله لعب الفار بعبي. احكي بقى. شو فار ما فار؟ أنا بدي خلصك من هالبطالة وبس. حكيت لك مع واحد من أصحابي إذا بيمشي حالك تشتغل عنده شغلة محاسبة وهيك قصص يعني. آه معنى بابا اللي طالب منك تلاقي لي شغل. أهلين. أهلين فيك. مبروك السيارة، حلوة كتير، اشتريتيها جديد. شو وين الأولاد؟ ليكن عم يزبطوا حالهم. الأولاد قالوا لي إنك من الصبح للمساء بالشغل. إيه بس إذا في شي برجع البيت بشوفهم وبرجع بنزل على الشغل. هديك المرة أنت إجيتي وما كان عندي علم. كيف يعني؟ تقصد لازم أخذ موعد قبل أشوف الأولاد؟ ملاحظة قديش أنت متغيرة؟ صايرة عم تحكي يلي بدك إياه وطلتش علي حكي وبتعصبي كمان. لا أنا ما عملتش حكي، بس تعلمت ما أكون ملطشة لحدا، أخذ حقي بإيدي وما خاف من حدا. ممتاز موفقة. رايح شف لك الأولاد حبيب. وبعدين شو؟ بدك الأولاد هيك يكملوا حياتهم؟ كيف يعني كملوا حياتهم هيك؟ شايف وضعهم اللي هنن فيه كيف؟ شوفي أنا عملت كل شي فيني أعمله من شان الأولاد منيح والأولاد رضيانين وما عندهم مشكلة بشي. الأفضل تفكري بحياتك أنت. إيه؟ يعني شو؟ كيف بيطلع معك تترك سيما وسهيل بالبيت وتروح؟ أنا قلت لك تركتهم ومشيت. ما أنت من الصبح للمساء بالشغل، يعني تخيل ولدين لحالهم بالبيت وكمان لازم يديروا بالهم على جدهم. يعني هنن بهذا العمر المفروض إنه تهتم بأكلهم وصحتهم ودراستهم. سيما رح تصير صبية، عرفان هالشي؟ يعني يمكن تحب انها تحكي لشي بنت تكون مثلها وتفضفض معها. بتحتاج لأمها وسهيل نفس الشي كمان. ليكي خلص عرفان شو بدك تحكي. يسلموا كتير على اهتمامك بالولاد، انا ممنونك. يسلموا. ايه انت شو قصدك؟ كأنه هالحديث اللي انا حكيته مو مهم بالنسبة لك بالمرة؟ انت معقول مسمي حالك اب؟ مرحبا. اهلين. مرحبا. اهلا. المسا بجي باخدكم بابا. لمين هاي السيارة؟ هاي إلكن. عن جد؟ يا الله ما أحلاها. شكراً. نحن بدنا نروح هلا مشوار على طريق جالوس ونعمل مشاوي وناكل سوا هنيك. موافقين على هالحكي؟ لا بتلوث ثيابي بالدخنه. اسمعي اخوكي شو عم يقول. شو هي بتتلوث ثيابي دخنه؟ انت الرجال هون صح يا سيما؟ ماما انت متاكده انه معك شهاده سواقه؟ لكن ماما
ليكا بالشنطة شو فيها؟ بصراحة أنا شايفة سواقتك مو كتير يعني. لا تخافوا أنتو من أي شي. هلأ صح أمكن إلى 5-6 سنين مطالعة ورا ديركسيون أبداً، بس عادي أولها بس صعبة، هلأ الأمور كلها بتزبط. قلتي 5-6 سنين؟ متأكدة بدك تاخذينا على طريق جالوس؟ لا تخاف حبيبي، يعني مو لهالدرجة ما بعرف كيف سوق. برأيكم من أي طريق لازم نحن نروح؟ جبهي! شغلنا مو صعب أبداً. أنا بدي واحد منظم يجي يروح على الوقت، ما يلتهي بألف قصة هون وهون، يعني يقعد يخترع لي قصص شيء إله وشيء للناس واللي حواليه. أستاذ علي رضا، تعرف إنه بهالفترة في 1000 محاسب وموظف بدون وظيفة؟ بس نحنا بدنا حدا نقدر نعتمد عليه ونأمنه حسابات الشركة. أنا بدي حدا ريح بالي من كل النواحي. إن شاء الله بيرتاح بالك، أنا بضمن لك كيوان من كل النواحي. أنت أبداً لا تأكل هم، بس أنت قلي إمتى لازم يبلش شغله. لا أنا مو لهالدرجة كمان. بسم الله، خلص فيه بلش شغله إمتى ما بده. ألو أهلين منى، ليكي أنا هلأ ما بقدر. شو؟ طيب لحظة دقيقة، استني. أستاذي أنا بعتذر كتير، في موضوع كتير ضروري، مضطر إني أمشي. كيوان؟ لك وين رايح كيوان؟ سيد مسعود أنا بعتذر منك عن جد، بترجاك لا تواخذني، يعني أنا ما فهمت شو صار معه هيك فجأة. بسيطة ولا يهمك. هاتي إيديك، لا تخافي حبيبتي. يسلموا إيديكي. الله يسلمك. يسلموا. على سلامتكم. مع السلامة. يلا بالإذن، خاطرك. عم يجعك راسك هلأ؟ لا صرت أحسن. أكيد ما في شي، طمنيني حبيبتي. تعالي يا عمري، خليني أنشف لك إيديكي. أهلين. أهلين. أنتم مناح؟ صار لكم شي؟ لا سيما شوي وجع راسها، بس صارت أحسن. فرجيني لشوف. خليني أخذك على المشفى. لا خلص أنا صرت أحسن. قليلي شو اللي صار؟ ما صار شي، كنا عم نحكي وكل شي كان تمام، بس فجأة حدا نط قدامي وبعدت لحتى ما أضربه وفتي بالشجرة. طيب لوين كنتوا رايحين؟ على طريق جالوس. لهالدرجة حاسة إنه سواقتك صارت منيحة لتروحي بدوني على طريق جالوس؟ والله أسفة، لو ما صار معنا هذا الحادث ما كنت بدي اتصل وتقل عليك بالأصل. ليش خير صاير شي؟ لا بس في مجال ما تقول لأبوك إني اتصلت وجبتك هيك لهون؟ ليش؟ لأنه رح ينزعج وأنا وعدته كمان. وعدتي بشو؟ إنه ما بقى تقل عليك. والله هو معه حق، ما بده إياك تفوت بمشاكل حياتي وتوقع بكل القصص. أبي حكى معك بهالحديث ها؟ ايه نحن حكينا. كيوان شو لازم أعمل هلأ؟ ولا شي، هلأ رح أخذ لكم سيارة ورح تروحوا على البيت وأنا رح تابع الوضع هون. لسا بيقول لي اترك رسالة. يا عمي ما بدي اترك رسالة. الو منى ردي علي ضروري، ردي يا منى لاني والله رح جن على الاخير. ابوكي كل يوم عم يطلع بقصة جديدة وعم يطربقها فوق راسي لحالي، يعني اعدي واحكي معه وشوفي شو رح يقول، لانه هو ما عم يقبل كلامي، لانه انا صاير لعبة بايده، كانه رايح قايل لبراءة انه بسم الله الرحمن الرحيم. خير ليش هيك جايين بالتاكسي؟ مرحبا. أهلين. مرحبا. أهلين. شو صاير؟ ولا شي، بس نحن عملنا حادث. يا الله على هالخبرية. ما تخافي ما صار شي الحمد لله، كلنا مناح.
ما صار شيء، بس السيارة الجديدة انعجنت. ولا يهمك ابني، فداكن السيارة، نشتري سيارة جديدة منيح. ماما لهالدرجة صار معك مصاري؟ ايه لسه ما شفتي شيء ابدا. ما عاد في داعي للسيارة الجديدة، خلص ألف مرة قلت لك تعلمي السواقة بالأول مثل العالم والناس. وحاجة تقلي لي ماما. ليك يا سيما تعالي نفوت لجوا برد. فوتوا يا أولاد. امشي. شوفي كنتي طالعة على شي محل؟ ايه كنت طالعة بس خلص. وين السيارة؟ مع كيوان أخذها على التصليح. أنا ما نبهتك ألف مرة بنتي. طيب ماشي خلص بنحكي بهالسيرة بعدين. قديش قلت لك الصبح لا تطلعي؟ ليش بتعندي بهي الطريقة؟ ماما علقتي على السيرة؟ بعدين عم أشر لك قدام الأولاد لا تحكي لا تحكي وأنت عم تكفي؟ المسا رح يجي حبيب لحتى ياخدهم، لهيك ما بدي أسرع راسهم بالحكي عن الحادثة هلأ. خلص خلينا نفوت برد. ألو مرحبا حسين، كيفك؟ لا هلأ ما فيني إجي، رجعت بنتي والولاد من مشوارهم. عم بتصل لخبرك وأعزمك لحتى تجي لعنا اليوم المساء، لأنه حبيبي رح يجي آخر الليل لياخد الأولاد. طيب رح إلا أنك جاي، وأنك جاي مخصوص مشانا لأنك رح توضح لموضوع مبارح مشان ما تشك بأي شيء يعني. ماشي. طيب شكراً كتير، يسلموا الله معك، مع السلامة منشوفك. ماما شو حابين تتعشوا لحتى أقوم وجهز لكم؟ خدي رأي أولادك، أنا رح أعمل العشاء. بتحبي الرز بالملفوف؟ أوه يا سلام، في حدا ما بيحب الرز بالملفوف من تحت الإيدين؟ في عنا ضيف على العشاء. مين؟ سيد حسين. ماما طلع جيب التاب من فوق. إيه ماشي. ماشي مع السلامة. ايوه انا كيوان. انا يا عمو بنفسي اجيت لاخذك من المطار، وبعدين قلت له لكيوان يساعدك ويضل واقف جنبك. انت بتعرفي اكيد غلاوتك عندي، والفكره مو هون ابدا، ولازم تفهمي هالشي. صدقيني اللي حكيته امبارح من شانك، لانه انا ما بدي يصير مشكله بالموضوع ووجع راس اكثر. كيف يعني اكثر؟ شو ممكن يصير اكثر من هيك؟ أنا قصدي حياتك وحياة الأولاد وحياة حبيب كمان. تفضل. مرحبا. أهلين. فيني أفهم شو قايلة لبراءة؟ تفضل عود وحدة شوي لأحكي لها. أنا بس بدي تفهمني شغلة، يعني لو مثلا كان صاير لهم شي وهنين طالعين على طريق جالوس كنت قلت لي عود يا ترى؟ كيوان عيني أنا سبب الحادث، العم حسين شو إله علاقة؟ أيوة أهلين. ماشي هاد حبيب، قال خلي الأولاد ينزلوا لعنده هلأ، لسه السهرة بأولها. ليش مستعجل هيك؟ ما بعرف بس الرجال معصب كتير. شو رأيك اطلع أحكي معه أنا؟ لا 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 لا، ماما أنتوا حكيتوا أي شي لأبوكم؟ أهلين. لسه ما جهزوا الأولاد؟ أنت ليش أجيت بهالسرعة؟ هاي قلن معك من الصبح، ما جهزوا لسه؟ خير صاير شي؟ كيف اليوم الصبح إلك عين تحكي معي على المسؤولية؟ يعني شو قصدك؟ شو قصدي؟ اسمعيني شو راح أقلك وانتبه منيح. أنت شايفي الأولاد لحالهم بالبيت وأكلهم وشربهم مو قد المقام، بس لازم تعرفي إنهم على القليلة بأمان هنيك. انت كيف عندك هالجرأة انك تخاطري فيهم ولسه ما تعلمتي السواقة ومع هيك اخذتيهم على طريق جالوس؟ الحادث بيصير للكل، اي واحد منا معرض لهالشي. انت معامل ولا حادث بحياتك؟ لا تلفي وتدوري وتضيع الحكي،
لما حضرتك ما بتعرفي تسوقي ما بيحق لك تسوقي بالولاد لو على الحارة التانية. شو عم تخبص انت؟ مين انت لتحددي شو بيحق لي وشو ما بيحق لي؟ مين انا لكن ما؟ افتحي الباب، افتحي الباب لشوف، افتحي الباب، ما فيك تسكري بوشي. انا بدي الولاد، افتحي. لا مو على كيفك الولاد، مو على كيفك وما رح يجوا، فهمت؟ مو على كيفك وما رح يجوا الولاد. افتحي الباب عم قلك. سهيل، سيما، شو صاير؟ شو صاير؟ عم قلك افتحي. ما في شي ماما حبيبتي. سهيل، الولاد اليوم ما رح يتحركوا من هون. براءة، الولاد اليوم مو طالعين من هون. عم تسمعني منيح؟ لا تعذب حالك. فوتوا لجوا. بدك تحكي شو صاير ولا لا؟ طيب خليني اطلع احكي معه وافهم شو القصه. بلا، لانه شكله هلا كثير معصب وما بينحكى معه. بالعكس فيني احكي معه انا. شو هالحكي هاد؟ هنن هيك عم يأذوا حالهم والولاد كمان. شو هاد يا بقدر أسألك سؤال لو سمحتي؟ فيكي تحكي لي شو كانت مشكلتك مع حبيب بالضبط؟ أنت ليش عم تسأل؟ بلكي منقدر نحلها. ليش بدك تحلها؟ يعني منشان ترجعي عبيتك. عم تقول مشان ارجع عبيتي؟ بعرف يا حبيب انه ما كان قصدك تأذي حدا، وكل شخص معرض انه يصير معه هيك شغلات بيضلوا حادث. يعني يا عمي ما دامت ما بتعرف تسوق، كيف بتاخذ الاولاد وبتطلع فيهم على الطريق العام؟ لا وبتسوق على طريق جالوس كمان. هي بس كان بدها تطلعهم مشوار لينبسطوا، بتضلها امهم. طيب وانا كمان ابوهم، ليش ما عم تنصفوني يا جماعة؟ يعني معلش تخاطر بحياة الأولاد؟ معلش يا حبيب، بالأخير هي بتضل أم، والأولاد عم يتعاملوا معها شوي بنشافة، فحبت تعمل لهم شيء خاص لتقربهم شوي منها. وصدقني عم اتدخل وأحكي هيك لأنه هالخلافات اللي بينكم رح تأذي الأولاد وتأثر عليهم، وواعين بيناتكم وكل واحد بيشدهم لطرفه. لا يا عمي، الموضوع بالعكس، خليها تبعد عن الأولاد هاي القصص لأنه صاروا منتبهين وواعيين لكل شيء عم يصير. بتعرفوا هني عندكم كل الوقت بيتصلوا فيني منشان يخبروني بكل التفاصيل اللي عم تصير عندكم بالبيت. شو رأيك؟ بس هاي التصرفات مو منيحة. بجوز هنن قاصدين يعملوا هالشي لأنه بدهم ياك تحمل حالك وتيجي لهون وتوقف تحاكي أمهم. ليش لحتى الأولاد يعملوا هيك شي؟ لا يخبروكن إنه المشكلة فيكن اثنيناتكن. أستاذ حبيب، أنا كمان بعرف إنه الأولاد مانن مرتاحين عندك بهي الظروف الصعبة. هنن يلي قالوا لك هذا الكلام؟ لا تنسى إنه هدول أحفادي. صح أنا ما بشوفهم لفترة طويلة، بس مع ذلك بعرف أخبارهم كلها وبفهم عليهم. يا ست ميرة، هدول الأولاد لهم كم سنة عايشين عندي بهي الطريقة وما عندهم أي مشكلة بظروفي، لأنه أكيد بيكونوا تعودوا عليها، وهذا ما بيعني أنه ظروفي صعبة لهي الدرجة. حبيب اسمعني، عم تقول تعودوا يعني هنن ما لهم رأي؟ كيف ما كانت الظروف هنن راح يتعايشوا معها، بس كمان صعبة أنهم يتعودوا، وكمان هذا الحكي مانو منطقي أبداً. بس لأنهم تعودوا المشكلة ما انحلت. شو رأيك أنت؟ هنن متعودين والقصة انحلت خلص هيك؟ عمي أنا بترجاك لا تصعب الأمور أكتر، عيشة أولادي عندي ما نصعب. أمر من هيك هيشة، شوفي وهنن بقيانين هيك بلا أم. طلعت هلأ أنا الغلطان؟ مو مهم هلأ مين فيكن الغلطان حبيب، المهم هلأ أنكن تاخدوا قرار وتتصرفوا وتخلصوا هالحرب والمشاكل اللي بيناتكن وتسكروا على هالماضي بشكل نهائي. والله هالولاد رح يتدمروا بهالمشاكل. يا أخي عدوا مع بعضكم وتفاهموا مثل الناس وأحكوا بعقل وشوفوا شو بتقرروا، بلكي بتلاقوا لكم شي حل. شوف عمي، القانون قرر كل شي ووضح هاي القصص. حضانة الأولاد هلأ لألي، والأم إلى حق تشوف أولادها مرة بالأسبوع طبعا ضمن شروط، وأهم لهالشروط ما تعرض حياتهم للخطر. يعني أنا شو فيني أعمل بالله؟ جاي هلأ هي بالأخير وبدها تاخد الأولية بكل شي. طيب خير خلص، سكر الموضوع. تعا معي بدي إياك بشغلة. ممنونك عمي، بدي الأولاد يروحوا معي. أنت سبقينا، خدي طريق امشي. لا لا شكرا، يلا خلصني. شو هالحكي؟
متأكد إنه هالحكي كله وتظبيط القصص والروحات والجيات كله من شان هاي القصة. يعني كمان ليش باليوم اللي بده يجي في حبيب لعندكن لحتى ياخد الأولاد بيلاقي أبي موجود عندكن وسهران؟ لأنه أمك بتكون مخبرته ومزبطينا سوا. بنتي تعالي لهون لأنه الأستاذ حبيب إجا. ها؟ شفتي؟ بعدين أبي هو اللي قال لي لا تتدخل بحياة براءة عشان ما أعمل مشاكل وبلكي أنت بترجعي لزوجك. أنا هلأ تأكدت أنه هنن جايبين حبيب بهالوقت لحتى يحكوا معه بهالموضوع، ولهذا السبب أنا سألتك عن أساس مشكلتك مع حبيب. هو ترتمي